الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال النووي رحمه الله: ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لقوله تعالى: وما كان من المنتصرين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، أتبعه بهذا الباب باب تحريم الكبر والإعجاب. وذلك لأن الكبر والإعجاب مناف للتواضع وخفض الجناح، والواجب على المسلم أن يتحلى بالتواضع وخفض الجناح وأن يتجنب الكبر والإعجاب، لأن الكبر والإعجاب من كبائر الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد الشديد كما سيمر علينا في الآيات والأحاديث. والمسلم إذا تأمل في حاله وفي نفسه عرف أنه لا يستحق أن يتكبر. وعلى ماذا يتكبر الإنسان؟ فإذا عرف أن أصله نطفة من مني يمنى، نطفة حقيرة، كيف يتكبر على خلق الله؟ ولذلك على المسلم أن ينظر في هذا الأمر، ولا ينظر إليه مجرد نظر، بل ينظر إليه نظراً حقيقياً، نظراً شرعياً، لأن النظر الشرعي إلى هذا الأمر سبب لأن يعرف الإنسان قدره ولا يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. فهنا في قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. وهذه الآية ذكرها سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون من قوم موسى، وقد قيل أنه كان مسلما فكفر. وهذا الرجل الذي ذكره الله عز وجل في كتابه قصته كما هي مذكورة في سورة القصص، أنه كان أصحاب أموال عظيمة وكانت مفاتيحه تنوء بالعصبة، يعني العصبة من الرجال يثقل عليهم حمل هذا المفتاح، وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فرأى في نفسه الكبر وتكبر على ربه سبحانه وتعالى وغمط الناس. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أن ذكر قصته: نصحه قومه، قالوا له لا تفرح، يعني فرح البطر والكبر، لأن الفرح منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. والذي ذكر في هذه الآية هو الفرح المذموم، فرح البطر والكبر. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه وصايا عظيمة ونصيحة بليغة من قوم قارون لقارون، ولكنه لم يستجب بنصح الناصحين، فقال: إنما أوتيته على علم عندي، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فما الذي حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الله به وبداره، لماذا؟ بسبب الكبر، وأنه نسب هذا
هذا المال الذي أعطاه الله إياه وأحسن به إليه نسبه إلى نفسه وإلى علمه، كل هذا من أنواع الكبر المذموم. فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ما نفعته لا الأموال ولا نفعته القوة. إذا جاء أمر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ما لا أحد يستطيع أن يواجه قوة الله سبحانه وتعالى مهما كان من القوة، مهما كان من الهيمنة، فإنه إذا جاء أمر الله عز وجل قضي الأمر، الله عز وجل لا يغلبه غالب سبحانه وتعالى. وإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي عليها الإنسان أنه ضعيف لا يستطيع أن يواجه مخلوقات حقيرة كالحشرات ونحوها، قد تكون حشرة تتسبب في موته، تسبب له في مرض لا يستطيع أن يقوم من فراشه، فكيف يواجه قوة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فذكر الله عز وجل بعد هذه القصة قال تلك الدار الآخرة، الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآخرة صافية خالصة لمن جبلوا على التواضع، التواضع لله عز وجل، التواضع للحق، التواضع للخلق. أما من تكبر على الخلق وقبل ذلك تكبر على الحق فإن مصيره نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه آيات عظيمة على المسلم أن يقرأها وأن يتدبرها وينظر ما ذكر أهل العلم في فوائد هذه القصة العظيمة، قصة قارون، فقد ذكر أهل العلم فوائد كبيرة وكثيرة على هذه القصة العظيمة. فيحسن بالمرء أن يرجع إلى التفاسير الموثوقة وينظر ماذا ذكر أهل العلم على هذه القصة العظيمة. قال: وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تبلغ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انظر إلى هذه الآية العظيمة، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم بين الله عز وجل للإنسان قدره فقال: إنك لن تخرق الأرض بتكبرك ومشيك بهذه الطريقة، لن تخرق الأرض، ما تستطيع تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا. فاعرف قدر نفسك، إذا عرفت قدر نفسك لن تصل إلى هذه المرحلة المشؤومة. في الآية الثانية في سورة لقمان قال: ولا تصعر خدك للناس. تصعير الخد ما هو؟ أن يميل الوجه عند الحديث، سواء في حديثه هو أو في حديث الناس إليه، وهذا نوع من أنواع الكبر، وقد يقع فيه كثير من الناس ويقعون في هذا المنكر العظيم، شعروا أو لم يشعروا، وخاصة بعض المسؤولين تجده إذا جاءه مراجع أو جاءه موظف تكلم معه بهذه الطريقة، لا يلتفت إليه حال الكلام، وإذا تكلم إليه صعر خده. ولا شك أن هذا من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه دليل على الكبر، دليل على الكبر. والله عز وجل قال: ولا تصعر خدك، لا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يكفي ذما لمن كان على هذه الصفة أن الله لا يحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف لعاقل وذي لب يعلم أن هذا العمل لا يحبه الله وذكره الله صريحا في كتابه أنه لا يحب ثم يعمله؟ لا شك أن هذا من الخسران المبين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم ذكر الآية التي هي في قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى، وقد مر كلامه عليها. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة، انظر هذا الوعيد، وإذ ذكرنا أن الكبر من كبائر الذنوب العظيمة، كل ذنب توعد صاحبه أنه لا يدخل الجنة فإنه من كبائر الذنوب العظيمة. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني ذرة صغيرة لو كانت في قلبك
من الكبر لا تدخل الجنة. وهذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت، تمر كما جاءت زجرا ووعيدا. ولكن هل معناه أنه يكفر؟ يقال إن الكبر على ضربين، إن كان الكبر ككبر إبليس تكبر على الطاعة والعبادة وعلى رب العالمين فهذا هو الكفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وجحدوا، وقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما الذي جعلهم يجحدون؟ العلو والاستكبار. فإذا كان الكبر بهذه الصفة استكبار على الحق وعلى رب الخلق سبحانه وتعالى فهذا هو الكفر المبين، كفر إبليس. وإن كان هذا الكبر كبر على الخلق، إن كان هذا الكبر كبرا على الخلق فإنه من كبائر الذنوب العظيمة. وصاحب متوعد بعدم دخول الجنة ابتداء، فإن كان مسلما فإن ما له إلى الجنة، لكنه معرض إلى هذا الوعيد نسأل الله العافية والسلامة. قال لا يدخل الجنة من كان في مثقاله، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فكيف بمن امتلأ قلبه كبرا نسأل الله العافية والسلامة. فقام رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن مسألة التجمل هذه يحبها الله سبحانه وتعالى، وفرق بين التجمل والجمال، فالتجمل كسب والجمال خلقة. التجمل يستطيع كل واحد ولو لم يكن جميلا، كالاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب، كل هذا من التجمل يستطيعه الإنسان ويحبه الله عز وجل. أما الجمال فهذه خلقة ليس للإنسان فيها، ليس للإنسان فيها تصرف، وأنت مأمور بالتجمل لأنه من كسبك ويحبه الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الكبر، ما في أحسن من تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جاء أحد يعرف الكبر لن يعرفه كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الكبر غمط الناس، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، يرد الحق، وهذا يقع عند كثير من الناس وللأسف خاصة في الأمور الشرعية، تأتي تقول قال الله قال الرسول، قد يستيقن في نفسه أن هذا هو الحق لكنه كبرا لا يعترف أن هذا حق والذي عليه هو باطل. فإذن هذا من رد الحق، جاءك رجل بحق اقبل الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من يهودي وقال عن الشيطان صدقك وهو كذوب، فكيف إذا جاء بالحق مسلم موحد فالحق يقبل حتى من الأعداء، فاقبل الحق. فكيف إذا كان الحق جاءك من إخوانك المسلمين، فكيف إذا كان هذا الحق متعلق بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يوطن نفسه، وطن نفسك. نعم قد يكون قبول الحق صعب على النفوس لكن وطن نفسك، توطين النفس على قبول الحق كتوطين النفس على تقبل المصائب، لا بد أن توطن النفس أن هذا حق وهذا باطل، وأنه إذا جاءك الحق تقول آمنت وسلمت سمعت وأطعت. فمن كانت هذه شيمته وكانت هذه حالته فإنه موفق إلى أعظم الشيم وإلى أعظم الأخلاق وإلى أعظم الأعمال، لأن الإنسان مداره على الحق، متى وجده أحق، متى ما وجده أخذه وهو أحق به. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. قد يكون الإنسان، قد يكون الإنسان متقبلا للحق، ولكن إذا جاءت في مسألة غمط الناس ضيع هذا الحق العظيم. وغمط الناس هو احتقار الناس، والاحتقار أنواع، إما أن يحتقر الرجل الرجل بسبب فقره أو بسبب شكله أو بسبب نسبه وإلى غير ذلك مما يقع فيه الناس اليوم، كل هذه من الكبر. تغمط الناس تحتقرهم، على ماذا تحتقرهم؟ من أنت حتى تحتقر؟ الاحتقار في أصله حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء قال صلى الله عليه وسلم الحديث من يفتح علينا في الحديث استغفر الله
راح الحديث منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتقار، عن احتقار المسلم، كفى بالمرء شرا أن يحتقر أخاه المسلم، وفي معنى الحديث فاحتقار المسلم، احتقار المسلم من كبائر الذنوب، لا يجوز إنسان أن يحتقر أخاه المسلم، لأن مهما وصلت من مرتبة نسبية أو مالية أو جاهية أو غير ذلك فإن هذا كله من عند الله عز وجل، ليس لك فيه لا كسب وليس فيه لك، ليس لك منه كسب وليس لك منه عمل في الأصل، لأنه من الله في الأصل سبحانه وتعالى. كذلك الذي لم يؤتى جمالا أو لم يؤتى مالا أو لم يؤتى نسبا، هذا ليس باختياره، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى، وزعه وقسمه بين الناس، والتفاضل بين الناس كله بالتقوى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. من آمن بهذه الآية حق الإيمان والله لا يحتقر أحدا من الناس أبدا، لأنه يعرف أن المدار كل المدار على تحقيق التقوى. فإذا هذا التعريف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإياك إياك يا عبد الله أن تتصف بهاتين الصفتين أو إحداهما، فإنها موبقات عظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، محكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.